السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كيف ما كنتمنى الناس اللي باقي ما شافوش لي غوسيت ديالي يدخلوا ويشوفوهم، وبيان سور اللي عنده شي رمارك يخليها ليا سواء في يوتيوب سواء سوغ انستغرام سواء سوغ فيسبوك. اليوم غنصوبوا واحد الكيكه اللي كتجي فريمون حشيشه. كنصوبوها بيضه وحده وبواحد المكون اللي غتشوفوه ما بين المقادير، وغنديروا فوق نديروها في لومو لا سيليكون ديال التوبرور هو هذا. يلاه معايا نصاوبوا الكيكه ديالنا. بالنسبه للكيكه غنحتاجوا فيها بيضه وحده، عندي هنا سكر فاني، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي دانون، عندي 10 سنتيلتر ديال الزيت، عندي جوج خمارات القدر ديال 14 غرام، عندي الطحين هنا عندي 200 غرام، وعندي سنيده 150 غرام. اول حاجه غنبداو بها هي نفقصوا البيضه ديالنا في الخلاط. من بعد ما درت تحرك لي البيض وسكر سنيده والفاني والمليحه، ندير كاس الدانون ونعاود نرجعو يتخلط كلشي. اجيو بعدا درتو لي ابوني ولايك لافيديو اللي كتشوفوا فيها دابا. يلا دابا 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 نشوفكم درتوها. سي بون، هما تخلطوا لي المقادير ديالي الاولين. دونك دابا غنضيف طحين كيف ما قلت لكم، غنضيف جوج خمارات، والمكون اللي كيعطيني كيعطي الكيكه ديالي حشيشه هو المايزينا 50 غرام. هنايا يعني المجموع ما بين طحين ومايزينا هو 250 غرام. سي بون، نرجعو ما يتخلطوا. غير هي العجينه فاش غترجعها تخلط غتبان لكم ثقيله بزاف، ديك الساعات غتزيدوها كاس الماء سخون، يعني كاس الماء ديال العنبه غتزيدو على الكيكه باش ترخف. سي بون، من بعد ما وجدت لي العجينه ديالي كيف ما قلت لكم كتزيدو غير الماء سخون وكتطلق لكم العجينه. فاش كنت كطيب العجينه انا ديجا بديت كنهرمش اللوز، فوالا في مينيتور بوشاف نزيد نهرمش شويه. هاد اللوز نستعملو للتزيين. دونك نجيب لا غري، كيف ما كنقول لكم ديما ديما لا غري تكون بارده. دونك نبدا نكب دابا العجينه ديالي ويدينا الفوق. راه كيف ما تشوفوا راه ما دهنتها ما والو، درت لها لا زبده لا طحين. حتى لا سباتولا راه كتعاوني باش نجمع كلشي، ما نخلي حتى شي حاجه شي حاجه ما تضيع. سي بون، ندير اللوز من الفوق هكا وندخلها لوفور ديالي ما بين 30 دقيقة حتى 35 دقيقة وها الكيكة واجدة. ها الكيكة قربت تطيب، شو كي طلعت كتجي زوينة. سي بون، من بعد ما طابت الكيكة ديالي هاي كيف ما كتشوفوا، وانا ديجا بديت كناكل فيها. ندوق معاكم دابا دغيا ما نيت. جديده، كنصحكم ديروها في الدار. قبل ما نساليو لا فيديو ديالنا تابونا ولايكيو لا فيديو وبارطاجيو. كيف ما كنقول ديما السر هو العزيمه. باي باي عليكم.